كما صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 83 لسنه 2016 بتنظيم وزاره شؤون الاعلام ونص المرسوم الماده الاولى تنظم وزاره شؤون الاعلام على النحو الاتي اولا وزير شؤون الاعلام ويتبعه مدير عام وكاله انباء البحرين بدرجه وكيل مساعد اداره الاتصال والتسويق ثانيا وكيل وزاره شؤون الاعلام ويتبعه اداره الموارد البشريه اداره وسائل الاعلام ثالثا الوكيل المساعد لشؤون الاذاعه والتلفزيون وتتبعه اداره التلفزيون اداره الاذاعه اداره الانتاج واداره الاخبار رابعا الوكيل المساعد للشؤون الفنيه وتتبعه اداره التقنيات والبث اداره الارسال والنقل الخارجي